بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلومة على السريع يا شباب، ازاي اعرف ان تونجر جهاز الانفلتر بيشحن البطارية وسليم بدون اي مشاكل من خلال جهاز الافوميتر؟ كتير من الاوقات ممكن لمبة التشارجنج تقف عن العمل، او في الاجهزة الديجيتال يعني ما يظهر لكش الايقونة بتاعت التشارجنج الشحن. فمن خلال جهاز الافوميتر على السريع كده هنبدأ نعرف ان التونجر بتاع الانفلتر بيشحن البطارية وسليم بدون اي مشاكل، بدون ايه ما تتعب. باجي بجهاز الافوميتر بتاع شباب، وباجي هنا على حرف الفي اللي هو الفولت، وبختار بالمؤشر كده او على المؤشر بالظبط رقم 20 زي ما احنا شايفين كده، تمام. بعد كده بجيب البنسة بتاعتي اللي هي السالب والموجب، باجي هنا على السالب وباجي هنا على الموجب زي ما احنا شايفين كده. قست كده حاليا 13 فولت و10، 13 فولت و10، تمام. الجهاز طبعا مش في الكهرباء دلوقتي ولا بيشحن ولا اي حاجه. هقيس تاني اهو 13 و10 زي ما احنا شايفين. طيب هبدا اوصل الفيشه بتاعت الانفلتر في الكهرباء، هبدا اوصل الفيشه بتاعت في الكهرباء وهشوف التونجر ويشتغل معايا زي ما انتم شايفين اهو. بدا زي ما احنا شايفين جهاز الانفرتر يشتغل وتاخد لمبه التشارجنج يعني بيشحن. هبدا اقيس تاني معايا زي ما انتم شايفين اهو السالب والموجب اهو. المفروض كان الكام؟ 13 و10. بينا كام دلوقتي؟ 13 و40، 13 و65، وكانت وصلت ل 14. يبقى كده التونجر بتاعي بيشحن والدنيا كويسه، مفيش اي مشاكل عندي كده زي ما انتم شايفين اهو. 13 88 82 83 85 زي ما انتم شايفين. طول ما الرقم بتاعنا بقى اعلى من الرقم اللي موجود بدون توصيل التيار الكهربائي، اعرف ان التونجر شغال دلوقتي بدون اي مشاكل. حتى كمان لو لمبه التشارجنج مش شغاله في الاجهزه المانوال اللي هي اللمبات ديت او الرقميه. بكده قدرنا نوصل معلومه ازاي اتاكد من تونجر الانفرتر شغال ولا لا بجهاز الافوميتر، ومعلومه على السريع. يا ريت نكون استفدنا من الشرح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.